بجد التحية مرة تانية لحضراتكم، ومستمرين في تغطية صباح البلد وقناة صدى البلد للأحداث في غزة. ويمكن زي ما اتكلمنا في الفقرة الإخبارية إن كان هناك قصف على كنيسة الروم في فلسطين، وبرضو المشاهد يعني إلى حد كبير محزنة ومؤسفة اللي احنا بنشوفه بيكرر مرة تانية في قطاع غزة في وسط صمت دولي. امبارح كان في القاهرة قمة ما بين الرئيس السيسي ونظيره الأردني الملك عبد الله الثاني للوقوف على آخر المستجدات في القضية الفلسطينية والمساعي لوقف إطلاق النار. بكرة إن شاء الله في قمة السلام في القاهرة لإنهاء محاولة لإنهاء هذا الصراع وإيجاد حلول لهذه الأزمة. نتكلم بالتفاصيل عن كل التطورات والمباحثات المتوقع إن شاء الله إن هو يحصل، وإن مصر إنها بتدعو كل الأطراف الدولية علشان بجد يبقى في حلول واضحه للقضيه الفلسطينيه. ضيفنا اللي مشرفنا ونورنا دكتور سيد مكاوي زكي، زميل كليه الدراسات الدوليه جامعه جواهر لآل ناهر. اهلا بحضرتك. اهلا بحضرتك استاذ خالد. يعني انا عايزه اتكلم مع حضرتك عن، خليني ابدا من قمه بكره. احنا عندنا اعلان ان في دول كتير ان شاء الله هتحضر، وعندنا منظمات دوليه. متوقع من قمه السلام في مصر بكره ان شاء الله؟ الحقيقه المتوقع ايه اللي ينتج ولا ايه اللي هيحصل في القمه؟ القمه طبعا ستدعو لوقف اطلاق نار فوري، لان ما يحدث الان طبعا في قطاع غزه هو حرب اباده وتطهير عرقي. المساله مش حماس بالمطلق. اهل غزه الفلسطينيين في غزه بيخيروا بين شيء من اثنين، اما ان يموتوا واما ان يخرجوا من قطاع غزه، ولكي يخرجوا الى من قطاع غزه المكان الوحيد الذي يمكن الخروج اليه هو شبه جزيره سيناء. واسرائيل بتلعب نفس اللعبه القديمه، ان هي بتلقي باللائمه دائما على الاخرين وتحاول تصدير مشاكلها الى الاخرين. وجذور هذه المشكله بسيط خالص. إذا ما رغبت إسرائيل في السلام وفي الأمن، الحل بسيط هو إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي المحتلة في 5 يونيو 1967، والسماح للشعب الفلسطيني بأن يتمتع بما يتمتع به الشعب الإسرائيلي، بأن يكون له دولة مستقلة عاصمتها القدس الشرقية على حدود 4 يونيو 1967. وإسرائيل تتزرع دائما في البداية، تزرعوا بأن منظمة فتح لا ترغب في السلام، وأن ياسر عرفات غير راغب في السلام، بعد ياسر عرفات جه الجهاد الإسلامي، إرهابيين وغير راغبين في السلام، ذهب الجهاد الإسلامي، أتت حماس، أصبحت المشكلة في حماس. الحقيقة المشكلة ليست في حماس وليست في الجهاد الفلسطيني وليست في منظمة التحرير الفلسطينية، المشكلة في إسرائيل. إسرائيل هو مشروع استعماري استيطاني تم زرعه في المنطقة، زي ما قال أحد المراقبين الأمريكان في وصفه لجزيرة تايوان، قال إن تايوان هي حاملة طائرات غير قابلة للإغراق، وإسرائيل في المنطقة هي حاملة طائرات غير قابلة للإغراق. لكن ما شهدناه يوم 7 أكتوبر 2023 كان شيء مفاجئ جدا، ومفاجئ للجميع، مفاجئ لإسرائيل، مفاجئ للجيش الإسرائيلي، مفاجئ لدوائر الأمن الإسرائيلية، مفاجئ للمخابرات المركزية الأمريكية، للدول الأوروبية. هذا الهجوم كان مفاجئ بحجمه، هجوم بري، هجوم بحري، هجوم جوي. نقل القضية الفلسطينية من مرحلة رد الفعل إلى مرحلة المبادرة، من مرحلة تلقي الضربات إلى بدء مرحلة جديدة هي حرب لتحرير الأراضي الفلسطينية المحتلة. بس ما نشاهده الآن هو استغلال إسرائيل للفعل اللي قامت به يعني حركة حماس في إنها بقى تصفي القضية الفلسطينية من 1948، من حرب 48، والعصابات الصهيونية والعصابات اليهودية في فلسطين ترتكب المجازر ضد الشعب الفلسطيني الذي لم يكن يحمل سلاحا في ذلك الوقت، بهدف التطهير العرقي أو التهجير القسري والهروب من هذه الأرض حتى يتم الاستيلاء على هذه الأرض. وشهدنا أن إسرائيل لم تقف مطامحها عند قرار 1947 اللي هو قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة، اللي اقترح خطة تقسيم فلسطين إلى دولة يهودية وإلى دولة عربية.
طبعا بن غوريون قال ان احنا سنقبل قرار التقسيم كمرحله تكتيكيه، لكننا سنستولي على كامل صحيح. فلسطين، لكن فيما بعد لم يكتفوا بالاستيلاء على معظم الاراضي الفلسطينيه، استولوا على شبه جزيره سيناء، استولوا ايضا على الضفه الغربيه، استولوا ايضا على هضبه الجولان، وتم ضم شبه جزيره سيناء رسميا الى اسرائيل قبل حرب اكتوبر 1973، وضم الجولان فيما بعد الى اسرائيل، ضم يعني اعتبروها جزء لا يتجزأ من دوله حدودهم. اسرائيل. اذا هذا مشروع استيطاني توسعي، والعرب دائما في موقف الدفاع عن النفس، يعني شخص ما او كيان ما يريد ان يقتلعني من ارضي، يقتلعني من جذوري، مش من المتوقع ان ارحب به، انا اقاوم بكل ما استطيع، وهذا لا يخالف القانون الدولي، القانون الدولي يكفل لكل انسان يعيش على ارضه ان يقاوم المحتل بكل الوسائل المتاحه، وكل الوسائل المتاحة هي وسائل مشروعة، وما يفعله الشعب الفلسطيني هو مقاومة الاحتلال. وإذا أرادت إسرائيل السلام وثبت أن الأمن لا يوفر السلام، نظرية الأمن الإسرائيلي انهارت، نظرية السياج انهارت كما انهارت من قبل نظرية خط بارليف، وجيش إسرائيل الذي لا يقهر، هذا الجيش قهر، ولكن هذا الجيش يعني زي ما بنقول جيش جبان، يلجأ إلى الطيران ويقصف المدنيين، وأسقط حتى الآن أسقط ما يزيد عن ربع قنبلة نووية من المتفجرات والقنابل على قطاع غزة، وهو يتبع سياسة الأرض المحروقة، تدمير كل شيء فوق الأرض سواء كانوا أطفال أو نساء. هناك الآن مئات من الأطفال يعني تفسير حضرتك إيه دكتور لفكرة رفض إسرائيل الكامل لدخول المساعدات الإنسانية لغزة؟ يعني ربما حتى بعد حادث مستشفى أو مجزرة بقى المستشفى المعمداني اللي حصلت، إن إحنا ممكن إن إحنا كنا نتوقع يعني إن يبقى في ردود فعل حكيمة، لكن استمرت إسرائيل لمدة ساعات طويلة بعد القصف إن أنا لا مش هدخل مساعدات، لحد ما حدث الاتصال الهاتفي ما بين الرئيس جو بايدن ورئيس عبد الفتاح السيسي، وتم يعني مع إصرار كامل من الرئيس إن أنا لا المساعدات لازم تدخل. طبقا للدراسات الأمريكية هجوم 7 أكتوبر يعني أثبت فشل المنظومة العسكرية والأمنية الإسرائيلية. صورة إسرائيل وصورة الردع الإسرائيلي للفلسطينيين وللدول الإقليمية تلاشت وسقطت، والجيش الإسرائيلي يريد أن يرمم هذه الصورة، لكنه لا يستطيع أن يرمم هذه الصورة في مواجهة مباشرة مع المقاومة الفلسطينية وجها لوجه. هو يخشى أن يقتحم قطاع غزة بريا، هو حاول أن يحرق الأرض أولا ثم يتقدم ثانيا. فيما يخص المساعدات، هو من البداية وزير الدفاع الإسرائيلي أعلن قطع الكهرباء، قطع الماء، قطع الدواء، قطع الغذاء عن غزة، قطع الوقود، يعني وهو يعلم تماما أن هذا سيسبب أذى كبير جدا ويسبب خسائر كثيرة جدا للمدنيين، واشترط بالمقابل لكي تبدأ إسرائيل في السماح بهذه الإمدادات أن يعاد الأسرى الذين قبضت عليهم المقاومة الفلسطينية، وهو يعلم أن هؤلاء الأسرى مع حماس، لكنه يعاقب الشعب الفلسطيني في قطاع غزة قاطبة ويقصف البيوت، يعني آلاف البيوت تم تدميرها، ويقصف المساجد ويقصف الكنائس ويقصف المستشفيات ويقصف المدارس الخاضعة للأنوروا لمنظمات الأمم المتحدة داخل، ويعني يرهب الناشطين، هو يقتل الصحفيين، هو يريد أن يقول أنني ليس لدي خطوط حمر، أنا سأدمر كل شيء، وعن طريق ذلك يريد أن يستعيد هيبته ويستعيد الرد. لكن المسلم به أن إسرائيل لقت هزيمة نكراء على يد المقاومة، وهذه المرحلة انتهت كما قال الرئيس السادات، من ينتصر في أول 24 ساعة يكون انتصر في الحرب. لكن نتنياهو يحاول الهروب للأمام للتغطية على فشله وفشل الوزارة الإسرائيلية وفشل المنظومة الأمنية، لأن كل القيادات في هذه المنظومات سيتم محاسبتها، ونتنياهو مستقبله السياسي انتهى. طب خلينا نقول إن في دلوقتي توقعين،
التوقع بيقول ان اسرائيل لن تستطيع عمل اجتياح بري لانها بتخشى من المواجهه الصريحه ما بينها وما بين الاخوه الفلسطينيين، وهناك احتمال اخر او راي اخر بيتحدث ان لا، مع الدعم الامريكي ووصول التمويل ووصول الاسلحه والمد اللي بيحصل والصمت من المجتمع الدولي اللي موجود، لا هي ممكن تعمل. وليس هناك صمت من المجتمع الدولي. المجتمع الدولي منقسم بين معسكرين، معسكر تقود الولايات المتحدة وتسير خلف الولايات المتحدة بريطانيا وفرنسا واليابان، وهؤلاء يقدمون السمع والطاعة للإدارة الأمريكية، في حين أن باقي المجتمع الدولي الذي يضم الدول العربية، الدول الإسلامية، الدول الآسيوية اللي على رأسها الصين وعلى رأسها روسيا الاتحادية، كل هذه الدول أدانت العدوان الإسرائيلي ودعت إلى وقف إطلاق نار. بس في دول أخذت، يعني أخذت أكشن وبتدعم، وبتدعم بتمويل وبتدعم بدعم واضح وصريح، وفي دول اللي حضرتك بتتحدث عنها زي الصين وروسيا وخلافه هم إلى الآن بيصدروا بعض التصريحات لدعم القضية الفلسطينية. هذه الدول، هذه الدول تدعم، لكنها لا تدعم يعني في الصورة الحالية في الأزمة بالزبط. لكن رأينا أن الصين على سبيل المثال أقامت علاقات استراتيجية وشراكة استراتيجية شاملة مع إيران، تضمنت اتفاقيات أكثر من 150 مليار دولار، علاقات وثيقة جدا بين إيران وروسيا، وإيران تدعم معسكر المقاومة سواء كان في قطاع غزة حماس أو في جنوب لبنان حزب الله. فهذه الدول تدعم، لكنها تدعم القضية العادلة للشعب الفلسطيني بالزبط. والرئيس فلاديمير بوتين اتهم الولايات المتحدة بأنها فشلت في إدارة ملف الصراع الإسرائيلي الفلسطيني بسبب أنها انحازت إلى الطرف الإسرائيلي وتجاهلت الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني. وخلال السنوات الماضية شهدنا أن الولايات المتحدة ومعها إسرائيل حاولوا تجميد القضية الفلسطينية، يعني كما يقولون إدارة الصراع وليس حل الصراع، في حين أن النهج الدبلوماسي لروسيا الاتحادية أو للصين يركز دائما على حل المشكلة، وحل المشكلة هو إنهاء الاحتلال وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود 4 يونيو 1967، وليس هناك حل آخر. وأيا كان نتائج هذه الجولة، لأن هذه ليست الجولة الأولى، كان في جولة في 2009، كان في جولة في 2012 صحيح. كان في جولة في 2021. علشان اخد، علشان بس نعم. وقتي حضرتك من قراءتك للمشهد، هل من الممكن ان تقدم اسرائيل على اسرائيل على اجتياح بري؟ لكن الهدف السياسي لاسرائيل هو انهاء حكم حماس في القطاع، وهذا الهدف المعلن. يكاد يكون الهدف السياسي المعلن. يعني لن تنجح الحملة الإسرائيلية إلا إذا حققت الهدف السياسي. الهدف السياسي يقول القضاء على حكم حماس في قطاع غزة، وهذا الهدف يكاد يكون، يعني يكاد يكون مستحيل. الراجح ان هيحصل تقدم بري وهتبقى في معارك طاحنه، وغالبا ستنتهي الجوله بانسحاب القوات الاسرائيليه كما حدث في 2012 وكما حدث في 2021. يعني بنتمنى كل السلامة للشعب الفلسطيني وسيادة الدولة الفلسطينية. أنا بشكر حضرتك جدا دكتور سيد مكاوي، زميل كلية الدراسات الدولية جامعة جواهر النهر نيودلهي، وشكرا جزيلا لحضرتك. مشاهدينا الكرام مستمرين مع حضراتكم وصباح البلد، ويعني اسمحوا لي بعد الفاصل هيبقى عندنا يعني حديث آخر من جانب آخر عن القضية الفلسطينية.